الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسر شرعي كتاب كعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله، وحين كوير الله ما إنا ماشي الصبط يقول شرعي أنا كل إذن كوير كتاب قرية شراء وصول نقلنا يا عبارة وكان نقلي سيدا وحضا ينو قرين طبعات كقاركودي ويسخلاف سيهين سيدا ومركا شيخا سيفر أغن نقلي من الشيخين قليها أصحاب الطبعات كا إنت يركب بوحيي إن النسخة كهلان أما وحلا مذا وهي محقق كتابك التحقيق شيء الرسالة ما تستيرك فقاطي لابد النسخة مخطوط كأها وحا تلمامي إن واضح أحين أي الشيء ولما وحو تلمامي بياض كملا قاركود إن مقدار الصدر أي اللي أكته وحكرنا عصم بياض كفصر صدر إن اللي أكته هذا أنت ينوب حين صدر ملعك ولبا معنى أهان إشكال بكشرة ويا أبو عثمان الصابون وحكاها ذي فرق أهل السنة والحياة يعني أهل البدع مركز سوى واضحة واحد مدائن قرنين شيخ مركز هذا الكا أبو عثمان نقليي وابن عطار وهي أرضي النووي النووي الصغير الأورنشري كتاب اعتقاد اليه وليها الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للامام علاء الدين للامام علاء الدين علي بن ابراهيم المعروف بابن عطار النووي الصغير بالرنشر وارضق امام النووي في سلسة اعتقادك ولا تحقيق شيء وان رساله مطبوعه وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بدوله قطر اي صوصرت بتحقيق الدكتور سعد الزويهري أيا مكة وحوية تحقيقي وحورنا يا ابن عطار رحمه الله. قال الأستاذ أبو عثمان الصابوني رحمه الله: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا حديثا في صفات الرب سبحانه وتعالى ردوه أصلا ولم يقبلوه وينقرن تنتس أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم تاسين وقرم في الظاهر عقولهم وحود حية، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه لقبل أبو إلى لقى قارو فيما قال منه والصدر إن يربئ قرنت وإبطال معناه معنى لقى بلابه إلى فيما قال منه بل يتهمون عقولهم صدر وحباب الدير عقولهم مركا إبطال إي عقولهم وحباب أمد حيان ما لها السقط وكسوه مركا معنه وحن غنيا معنى واضح وحن غنيا أو حلية هي فرق يا أهل البدع يا أهل السنة ودحي يا بابك صفات كأحاديث كصاب صن مرك لجهد ضي وحي تهي آيات كمحوق سود دروي آيات كروح إنكر كرامة شرو ويا قرآن كوا قطعي ثبوت كيس وقطعي الثبوت ساسعود عدة مرك قرآن كإنكر تأو إلى هذا آيات داسي مشرتو أما كلمة داسي مشرتو وقالوا بيا لكن ما دام أحاديث أي أبضنتي أحد وحديث متواتر كأي يرتهي وحي السميان لبطر يقمد إن حديث كمركة ربا أقبلي ويان الرديان وإلى حديث كان مصغنا وحديث كيبي مركة إنكريان الديليان يوغا أولانا إياه وحيال قطعي وكهر إمانا إياه يوغا أولانا إياه وأنا ظني الثبوت سيدا يوغا أولانا إياه أودد بي مركة ربا حديث كإنكريان ليان حديث كاني ومقب النائن النبي وكالسوغن يهي عليه الصلاة والسلام ساساوي ذي مصرنا على جايبا الرواد قاركود إن إسلها معنا كورية دبعنا مركا وحوية أي مركا كو خطئين يا وحلا مذا على كل حال رواد بيته ميسنا يان دبعنا وردينا يان تسوى الطريق أو قبيله في الظاهر يا أما الظاهر كوي أقبل يان وحيلين حديث كوا الثابت والسجين يهي وأغني حديث النبي إنه يهي ثم تأوله بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه لأنه وحي كو أولا يان تأويلا يبغستيان وقتشيدان إن خبرك أصلهام بمركة الرفعيان معنيه سنبريان بمعنى لفظا وأسقيان معنى أنه وأمرك ردينيان
ومعني بيليهن وسوي حديث كواتشرا لكن ليس المراد به كذا يحمل على كذا وكذا وكذا وحلقوا حنبارا يا صدن يا صدن يا صدن بلقوا حنبارا حتى لا يتعارض يعني مركه وحوي مع كذا وكذا سيان مركه وحوي انو عارضين ادلده كله وحلقوا حنبارا يحمل به على كذا يحمل على كذا يحمل بكذا وحلقوا حنبارا يا صا يا صاص لقوا حنبارا أو تأوله بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به أهل السنة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ينوان الرمينيان وان الرمينيان ولا يتهمون رسول الله فيما قال منه منته ميسنا يا رسوله صلى الله عليه وسلم وحيلي مته ميسنا بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه وعيته ميسنا عقل يدود الرأي يدود هذا يفهمها من هليل ويان أما أي مركة وحوية إشكال كوك أنتو حديث كما استشكال يان يعني وحي استشكال يان آراء دودة إحنا وانا الطريقة الصحة إن الروح وحوية شيء حق هذه مركة وحوية حالات كقار كود رأي أهان سكلا ولم وقته وشيء حق وعدا وايو رأي قيسة خلاف سن وينو تهم يستان رأي قيسة خلاف سن وين التهميسة وين دين ترأي ما وتويل مركا علي بن أبي طالب حديثك أبي داود لو كان الدين بالرأي هذا الدينك رأي أهان له هذا الرأي كسقنان له لكان أسفل الخف أولى بالمسح من علاه خفك حقي سهوسين لما صحا كهبونان له هذا كدوان له هذا حق السرعين لقم صحو وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه رسولك إلهي بان أركيب عليه الصلاة والسلام علي بأرنا رضي الله عنه إصغى مصحي يخفك حقي سسرم مصحي وحقه سبي معنى أن مصحي حديث كابي داود بسوري وانا ثابت علي بن أبي طالب وكسوين مركا الدين تو رأي ما واتو مركا أرنا ابن حنيف أرنا وحورنا يا مركا هراء وحوي سفين بان تجي مركا سفين بان مركا دو يعني مركا أشيقي إن أي داين هبونين سيدي مركا وحد عين مركا صورنا يا أيها الناس اتهموا رأيكم رأيين تهميستو كشكية رأيين يا سيدي وحيلا إذن مقضان يا تهميست فوالله لو كنت أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لرددت وحيلي إلى هيبان كل أرطي هديان أوذي كري لها مالنتي حديبية إن أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم باتشيو كسابسا إن وحوي لعليو ننكي يعني مركا مسلم كأها أيمي سهيل بن عمرو أودري وسلسلة دي لوحري تشيدن أي أيمي يدو هشيسك لقري قال دي وحمد تلا أي سيدا معروف في أحاديث صحاحة كسار أرطي سهيل بن عمرو واقدم بوا اسلامي صحابي بن نقضي وهناك سنادي لكن واقع هرد قال بوها قال هذا متلعي وانك هشيس كبا قال هذا اقنطي ايوها تصنو حيكو تصيني سمنزل هذا قال هذا وكتشوغي سيدي اوهيني يا هشيس كصوغ قنطي اي نغطي مركا ميدي وحوية معمول او مركا وحوية قال هذا اسق وكيل بكية وكيل بكية مركا نبي عليه الصلاة والسلام هشيسك بالقرني هشيسك وحمرك ليسكو أفكرتي سنت كان إني كبا أغضان عمرضه وإي اللابتان وإينا عمريسن وقريشي قال هذا قريشي ذو حي كحيقين دقال بي كحيقين نبي عليه الصلاة والسلام إنو سنت دا كسو قلو هشيس لآن إسكا قصو قلو كعمريسن إساقو هبيسن وعيدن كي سوطا وحي الهدين يدو مركا وحي اللقاء إنا دحمرين وحشي سو إن دحمرين آن وشرين ما أنت إن أذوه بيسان إسكتما دوم مكة وإسكع عمريسته وآن مركا فرلق وفيق أرنك النوع عاسا وحوي عربي مقلم يسبي له حنو كحقنا دقال بانو كحقنا مدع عيسى مرنبا يعني إن وكبقين بانا لأورنا يا وننكي وحوي وعبيدي أي معنى هذا الكود ودعيا مركا وحوية دك حمي نغطة يا أرنك النعاس ما دام دك حمي نغطة هاي تاصل لمن مقليبي دقال بانو كحقنا دقال أيا نكحقنا
صاصي قيرت شاهلية قاضي قيرت شاهلية أيا قاضي وحيدا سندا وين النغطاء سندا صوص تحلق حلق إذا وين الصع مريسة تأذه بكي نوطان أو سيفو قلك أين كبح سنين أيدين قليسيهين تأذنا عمريستان صدح مع المود مكتشوكتان كدبنا النقطان دقال كان اللي تشوكي مدو طبان سنة ونبض ليس كل حمرو حقي حقا با عدي نغتي ما أده دانو نهي يعني مركا قريشتا مكتشوكتا وقالدي قريشيدا إذن كإذن تما أده وإن النوسو عرسان عدي إذن كإذن كتما أده أنك النوسو النقطو النوسو قشانا لمسو عرنان قضبك كؤتك هذي مسلمين بضن واتاس يا وحين نقيم مادة وإذن كإذن صغر وعرس والنوس علنسان وحين لكن إذن كإذن كي مادة أنك النوس صغر لإذن معلنان نبي قوة أخبره أمرك وروح لخطة كستة وإلهي حرم كيسة لقوة ينين آي وديك يدقال لك قبات شنيو وإلي مادة وكا أخبره ساسا النبي قول عليه الصلاة والسلام نبي قصدب وكا أخبره هشيس كبا مركا وحوال لقرئي هل كبا مركا علي بن أبي طالب لولا قمي هذا الكلا قرايو يعني قصده وحوي ومعروف وقرنسان المهم يدو هشيسكي ولي أن لقى فاروقين لكن انت أصل الإسلاف قرطي بدن كيدين لقري هذا الأهان اللي إسلاف قرطي أي وحيمي سهيل بن عمرو قال ذا ما ترى إن كيسي أبو جندل ومسلم أخ وسلسلة دي لقو حلي تشيدني سهيل به الله وحيولي محمد إذا نعرس كاصوه الرئي مركز النبي عليه الصلاة والسلام وليه الشيس كما إننا نرمين ولقم فاروقين مركز ما دام الدعين نرمين معنه حود عيا استقوى كبح سنية وحيد دنبو مركز قصة بسنتي الشيس سهيل وحناق وحيولي هدانت كاعل وحن كل قرنية مجرو كاهدانت كبلاب الشيس كوحن كل قرنية مجرو نبي وحو قان قات اني اسغنا علس ويهي مول علني مركاسا نينكي مو سنابه اوليا معشر المسلمين ما قال لي و علنيا او فتنين ايا او دباتين ايا او دينكي غا فتنين ايا اقرنا انسان حال داسو كلا دعواطفتك عيس نا اثرت تعذيبك كم مغدو سلسله دي بو جيدنيا وانا اقصيه المسلمين تو تدك مركا مسلمين تا اهي مكه كسغنا قالدا كو هوس جرا إن لباتو إن يتعذيب لغو السمينة تانو وأبيه أثارتي التعذيب كنو أمورا مركو موسى النابي عواطفتي بك عظيم عواطفتي أياك عظيم وكي قصدي وقرني سن عمر بن الخطابي يا ألسنا على الحق يقولنا باطل مين كسو إنقنا حق مين كسو غنين أليس قتلاهنا في الجنة وقتلاهم في النار فعلى من نعطي الدنية في ديننا ومعروف على كل حال وحليه ابن حنيف والله لو كنت أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لردت إلى هيبان كل أرطيها دانا وذي كرايو إن أمر كرسولك صلى الله عليه وسلم باتشيو رديو مارنتي حديبية يوم الحديبية لردت ورد لها لكن وانا كري كرين أمر كرسولك إنان باتشيو وكا اتهموا رأيكم رأيك إن تهميست مركا أهل السنة والجماعة هذه أشياء قارئ أي فهم ويان يعني النص كي الدليل كي الشرع قمته ميسنة يعني وحيته ميسنة يعني عقوشه ذا بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه تسيته ميسنة يعني عبارة قرطة ردوه أصلا ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر للظاهر بينوقرا لكن في الظاهر بأسه النقلي أو قبلوه في الظاهر هذا أنت نوقر باكو حكته ثم تأوله بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه سقط قماشك لكسوغي وإبطال كالدبديس أو قبيله في الظاهر ثم تأوله بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه أنت سوى أنت أهل البدعة كيلي وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه بل يتهمون عقولهم عقولهم تصائن قرن وإبطال إيه وعقولهم محبوب مدحيان مركا
صدر يقدر أي مركا وحوي مركا أي تيسقضي هالكاس لكن مركا مخطوط كالتهي وحوت المام يا قدر السطر إني تيسضر إني الأكت سداس أي شيء يا محقق الشيء النقل كضن بيا وحقول لي سوق ريا سيدي نقر نيسي كدون ويلك يا جعد بعض المسألة أي مركا نقر نيد تعض المسألة قريا سوون وصل نقلني على كل حال لكن تصحيف بعد عكرة هو السود قال إجيهين وياه نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا قال المؤلف رحمه الله سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. بارك الله فيك شيخ وحوت الماما يا رحمه الله أهل العلم يقول إن أورنشرين ينزل بلا كيف وحانو الصور نقليي إن أبو حنيفة لفتيس هذا الكالق الشيخي وإن تلو يدير نزول كوري ينزل بلا كيف سيد أهل العلم يقول أبو أورنشرين صفات كوردان الأساسي أورنشرين استوى على عرشه بلا كيف ينزل بلا كيف وهكذا يتكلم بلا كيف يسخط ويرضى ويغضب ويحب بلا كيف وكذلك وحكروا الشيخي علماء قاركودين يلهدين ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف وحسود دقيا الله سود دقيتان ربوبية ذا إيا ربي نماذا مركا لائق أهو هبون كيف نقرن إلا أنت يذو نزولك إلهي أنو لمده هاي نزولك مخلوقاتك تشبيه أنو كتشرين بالتخلي والتملي تخلق وحلوك إذا مكانه كخلي نقنيه والتملي مكانه بوحنا يمدنبا إن يجرين أشياء ذا سوى وحك الزيادة النص وحو الشارع تفاصيل شالله نمدر عيسو قليس من التكلف أن لقد قاب صدفي عن وصدا أي ماذا السلف كورن شرين ينزل بلا كيف ينزل كيف يشاء بس لقد قاب صدف لكن ليها صدا ما هي صدا بيتهي كو خلقي لما مذهوا لعرنيا ويا نسك كسوغانتي ليس كمثلي شيء لكن تحرك ميه انتقال ميه تخلي ميه تملي ميه كل ذلك ان لقد قاب صلا سلامه كجرتها والسلامه لا يعدلها شيء نبت قريضه وحولك ما مشى نهينا عن التكلف تكلف كو لا نغرب مركز اساسا ودي
كيف كي أقول لك لي أي نقطة يساهدي مركز اللي لها سدن بوية هي سدن ماءها وإن إجمال كلو كافتوما واللي هي قوة خلق الله من مدها ساسي ذلك وإن ليها كيف كي سرقرمين لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق ويا الله هو كنزهن يهي وكهفن يهو كدير يهي صفاتك سأي شبهان صفاتك مخلوقاتك وسيد ذات ذا إلهي ذواتك مخلوقاتك إن أشبه إن باصفاتك سنة صفاتك مخلوقاتك إن أشبه صفاتك ولن طريق ما لو ضمرنا الله إماتن كيس يسودقتان كيس مدولي على حسب ما يليق بصفاته سيدا صفاتك سكوها الضوم بكل عيس على حسب يعني وحوي يسينك وكرلقي أمرك لا إله ذو حسبي وحي نقطاه إن لقدت الماما يكفاية ذا إن النغل اسمي حسبي مرك لا إله ذو وبمعنى كافي أي المعنى لكن مرك اللوتش ذا النسبة ذا يقدرك وحسب معنى كلو حسب الله استعماله هل كان لوجت شيء دنيوات شرايو شرفت أبياش يا إلى هايه استجنا حسب ولا إلى تنكح المرأة لأربع لدينها ولجمالها ولحسبها الفاضة قار وتقصارت قارنا ولنصبها وياه مرك حسب كم حلوت شيء إذا وكي قدرك يا النسبة أها بلوت شيء كي قدرك يا النسبة أها أي اللوت شيء لا مرة يا بؤ حسب لما يلهد مو يعني ضرورة الشعر نوعه هذا ضرورة الشعر نوعه مركوا ولا ريبا للضرورة سيد عمري دبا ولها إذا الفتى حسب اعتقاده رفع حسب محور ريبا حسب يا هيدي وزنك درادي بور ريبا وزنك درادي بور ريبا على حسب ما يليق بصفاتي من غير تشبيه ولا كيف يدو التشبيه يا كيف بؤ كمريه كيف إن الله شاقه يا التشبيه مدول بكمريه نقل لباد حسون نقلي ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح من كتاب كيس التوحيد كهذا كان أكويري كتاب التوحيد وكتاب مجلدة وأنا كتاب نفع بدن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنا أقرقارية النصوص دي أدلة كل سن اعتقاد كأهل السنة واضحين ويعطين يسلف كل سنة اعتقاد سنايين قبيل وحشاق يا شيخ إنه كم مغلي حفيت كيسين كأووق وأها إنه كم مغلي أي شيخي أو ساكوري هذا الكنوة هذا المركز دي كتابك بقصه ولو تعبيرك الفضة قاركود يعني فرقية لها كتره وحبا بابا يستي أحاديث سنة كيدو السقية هاي على مدى حجاز نأي سوريا يعني عراق وقصاب سان سودقي تانك إلى هاي أسودقاي إلى السماء الدنيا حبين كست أسودقاي من غير صفة كيفية النزول كيف كسودقتان كسود وسودقا أيضا للصفينين ولا الشيقين كيف يدي لما الشيقين مع إثبات النزول ولا رقب نزول كان إلا الصغير سودقتان كإلهي سودقا ينا للصغير فنشهد شهادة مقر باللسان مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول وحنقرينا روح عرب كيسا كقري الشهادة ديس قلبي سنكر ميني يقين صن وح أحاديث تقص أروري أو أهمر كان نزول كشيء استل الشيء قال يدو كيف يد أي الناس فين تلمام وح كيف يد كيفية النزول أي نشيء صابت كيفية النزول أي نشيء وإن وام حي نبي عليه الصلاة والسلام محمد أها لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا سيد خالقين أسود دقا إنه مصفين إنه قم ورمين سدوا الله وسود دقايا السماء والدنيا وحانوا إنه أغيسيين وسود دقايا والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم الله نوحه وقام السولي يا ري النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين توحى قصوا قنطني وقصوا قنطها إيباهي أمورها الدين كوذا كم ذا إنه أعدي أيه وقام السولي يا ري يعني وأرى المركة الله حل الساري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم واجبك على الصارين النبي وقتي وأنا كصوب حي وكصوب حي وأنا قتي شيء وشيء واي وحلقة قاضنا يا شيء استيسرين واجبهين الشيء النبي عليه الصلاة والسلام إنه عدي أي طيء أنا عدي إنني مشرو أي وحكستو
دينك كمل وعدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونطيع علماء إلى هذا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع. عدين توقتك ومضوا باهنت هاي النبي قلنا وكذب لقوا عدين ويا مبنانا وإجماع بين أبو بنانين. وطي أهل العلم السيدة دان فروع دي الدين كابو عدية صانوا أصوش وعدين نين قال أيا وحكيري سلمان بو حكيري علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. سلمان بو كورني نبي قلنا وحوال بوائد براي كوري كتهاي سيد اللوس حرق كل كتها وحسيد أقولها نكا قال كاهر دلي عين وكل دلي عين مركز سلمان وشوابه يقول ها وانا براي حتى الخراء وانا براي أوح مركز النبي وانا براي عليه الصلاة والسلام مركز استيشون إنه إنا نلميذك تكو استيشون إنا نصدح نقح إسكقبي إنه يعني مركز كاددي إسكقبي إنه إنا مركز ميذك تكو طابا حبين تطرنك مك حتى الخراء وانا برا محول بوانا برا وطي الصحابة قاركود إلى هذين حديث كاسي في صحيح مسلم هو يعني وطي الصحابة قاركود إلى هذين نبي عليه الصلاة والسلام والله أفصدي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. نبي قال وحل أفصدي يضو وحول بوانا برا كل كتها يشمبركا سمضى الدولية إنه علم إنه وقشق كل كتها. وتأهل العلم قاركود إلى هذين نبي عليه الصلاة والسلام إنه ضدك استشهد إيوه مركز مركز أحكام تلمت كأعد إيوه وأصل كدين كإيوه توحيد كإيوه صفات كإلهي أعدين ويا وحد عكرمة سأساود النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين يعني عد قارسين لما يسرم بمدسو قارسي وحي قل له سوليبي عضينا ما يسترن بانو عدي حلق السورين ولي قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك وحانيك قتقي يعني والضضي عضيد بارنيك قتقي على المحجة البيضاء يضو هبين كيدو مالين تيدا لم يديها يسدو عديها أنا قد ضبضينا حق كما إيلانا يو كمالوما يو مويانا مذهلك سمية قفك هذان كدعي وقف بادي دورتي حقي وواضح وضوح الشمس سيد قرح ذو عده هاي أي عده ساساود أهل العلم يقاركود أمركي هوري التأويل ككسو برباري أسبابتي وغنق ذين وحكم ذاين أي مركي إلهدين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صفاتك وشيغا يصفاتك إلهي بانو فرصدي واباري وإيغي وحانا قطعا قرني مجلس النبي عليه الصلاة والسلام من عدو لبئي منيسي مد عالمة مد متعلمة مد إسلام النوضة وهذا كو عصب ودوانسو إسلام وثني يدي يعني الشرك كيمي مد أعرابي الجافة يعني مد وحوي علم اللهين يعني نوع ولبا إن السوء حاضري المجلس كرسول صلى الله عليه وسلم ما قرن يا بني نبي قلنا عليه الصلاة والسلام آيات كأي أحاديث صفات كالشيء يسوع سيدا أدت كأو آخرين هوا الشيء جن اللي مورين قاركون يا وأنا يا أحاديث سو كلمة النبي كذب كينا يا أولي هاي ظاهر كذا اعتقادين سال لوجا متشيدو سيدن بال لوجا شيدا سيدن أرمايا كل ذلك ما شفته حلقوا آخرنا يا تشبيها إله لقلنا فينا يه ليس كمثله شيء صفات كان كسفي سيئه يا الفاظ دمرك الله قرآن كو إطلاقه كو الشيء يس كسفيه أما الرسول كيسو صلى الله عليه وسلم الله كو إطلاقه كسفيه وان وح تأويل النبي الراعين أي مرك الصبح هذه تأويل كو أهان لها مد صائغة أما واجب النبي وعضين لها وان الشيء لها عليه الصلاة والسلام والشيء لها يا مر به ضيع عين كاتهاي حقه وحن قنيا دين وحوي مركز سدا يعني مركز لجوح حمباره سدا وأخبرين السلف كن الله أخبره الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوحلم إذا ما يقولين كلمة قاب كيتهاي سديتهاي محسيا اللويل مح عين كنا وهذه السال يسال يهمين سنين كل لازمين يعني كل ذلك التفاصيل شم يدري يا وحوي يسدي أخبرين والرومين النبو الشيخ يلي رحمه الله أخبرت يا حديثة وحكو صغن من ذكر النزول
صدقتانك الله صدق أيه يعني مركا حديث سين الشجسة بما في هذه الأخبار ومن ذكر النزول صدقتان للشيء جياه غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إن قال سو كلف في النزول كصفة مركا كيفية ذا كيف كإن للشيء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول صابتنا وحيتا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية النزول إنه مصف فينه إنه مشيق إنه مشيق صاودد كيف كنا وكذاب صنعنا تشبيهنا وكنا فينا إنا سيدا نصوص طلقوا إطلاقنا وإطلاقنا لفظا ومعنا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. قال أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال أنبأ جد الإمام قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء قال الإمام وحدثنا أبو هاشم يزيد بن أيوب قال حدثنا وحدثنا أبو هاشم وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال سدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيدي أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم
مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان الشيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله، أعني ابن أبي حفص، هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروى، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. بارك الله فيك. الشيخ وحوة المامة رحمه الله مسألة يخصها بصنايد صفة النزول أي كسر داراضي وحن الشيخ حديث دقار كذا يسأل لي يا ساني دقار أيو كاني سوى حوية موضوعة ومركا وعدي أدي لذا بدنا كسر رطي أحاديث تاس وينقى الشيخين متواترات هاي أفراد دي دقار كود إن ضعف كسر جنية هاي واتري كرتا لكن وحوية أحاديث طرق بدنا صحيحة هي طريقية بضم بالغة سورية الصحابة كالدون مركبة متواتر وحكياني أن يوم عرفة لفتي إذا إن الله سودقه حديث موقوفة أيها الكن كياني وأم سلمة كن موقوفة وتلمام يا إن نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا ما لي وحوناك سنتي ما لينو إلى هاي سودقة أيه السماء الدنيا وسودقه مركبة سيوحي ما لنت أسواتي واحد سوى يوم عرفة أما أنت عرفتي عايش لفتي إذا وحيصور السيف ويلي ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد الله حسودك كالبركة شعبان أي السماء الدنيا أسودك قرها بينه إلى ما أنت آخر كذا لقى على يبري فيعتق من النار بعدد الشعر معز كلب وحو النار تكحر يا قبيلة كلب اللي يلاهده ريه هذا لقرت قطة الله ترضى اللي أكتهي ضدأه أي النار تكحر يا قبيلة كلب نوحي هيد قبيلة ريه بضن ومعروف كؤة إن أهايين قار آد ريه بضن مركا ريها أي قبيلة سلاذة هاي إن تردغور كتا الله داد الله تراءه أي النار تكحرية
وحكر القراء حجاج تأي قراء وحوي دتك السوحة شين دونه أي قرية وحنو سودت شيا كالبركة شعبان أرزاق ذا صندا صندا أرزاق ديدي قف والبا وحا أرزاق يعني مركة لسينا يا صندس كوحوت الماما يا يعني تقدير السنوي إنو دعوه يعني هبينكس قفنا كما تقو إنو ودن بدافة مويان قف الدافة يا مجر دمان وودن بدافة يا مركة لغر يا بقفك مشرق قالك أما قفك قرابة قويسك أما قفك واردين كارك أما قفك ولالكيس مسلمك حقدي ورحمة وقبا أفرطا مركة لغر يا بو تطك كالوردن وودن بدافة يا حديث كلا صعر ريبا تشرا وشيقا يا إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلى هاي هبينك شعبان أي كالبرنت هاي خلقك سطال أعضاء أو حود مدافع خلقك سردن مركا لقرية بروح مشرك قالك أما روح مشاحنك أي ولالك حقدي أرحمد أهيا لبضى مركا لقرية حديث كلو الشيخ يكن نفدي لئن لقرية بيان واجرا مركا حديث كان هوري هذا مركا إنو قرن حديث عائشة وحصوري يعني الترمذي ابن ماجه يا سوري غير كود ترمذينا وحويا حوغا وضعيفين يا سند كيس كل لكن حديث كانت الماما يا إنو طالعانا يا خلقي إيسا أبينك نسي من شعبان ودمان ودي مدافع يا مشرك يا مشاحن يا مركا لقرية أبو قالوا علم يا قاركود وقويين ولما ذا قويسين وحكم ذا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا الله باستثناء اسكذب العاي كهروا إلا غفر له ولا يترك أحدا إلا غفر له الاستثناء بعد النفي إثبات قاعدة وحي تهي استثناء وهدوي ما دون النفي الدبدي وحن نقول يا وحي استثناء كدن بيا مثبت بنقول يا هذا الصغير هذا الصغن غنيا والاستثناء بعد الإثبات نفي هذا الصغير أن في جلين هدي وحل جر يا بنا وحل صور يا بنا وحي النقول يا المنفي أي النقول يا يعني السدا وحي استثناء كهر يا وحي استثناء كدن بيا حكمهان وين إسكول الدين نقدان وإسكور شيدان لا إله إلا الله قلوا هي ذي حق أهيد بل النفين يا عن عما سوى الله وحلو سقيا الله قرى معناه ذو حن قنا يسأل لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله مثل عابدا حق ماها الله موياني الله إلا عابدا وحق حق الله قاطي مركا الله إلا عابدا وحق الاستثناء بعد النفي إثبات يعني صور ريبس لا صور ريبا هذا المنفي للنفي الدبدي وحلا صور ريبا وحلا صور ريبا مثبط بين غنيان سيد الجماهير أهل العلم أقبان طائفة يربى خلاف تيسلس أو يريد حوي الاستثناء بعد النفي إثبات مركا من نقونه يسو يعني كقاعدة أهان يحي قرينة كنتو سساوى شيء كالتاس وحي كالصار يساؤون شيء لصو شيء غيب يكبي حين يسا مركا اللدك إن أصارتي شرط ما وحي نقون كرتا إن مركا اللدك أوبحو إن مركا يسا يعني كقابس لغا قابسنا يوبحو مدول باودع كرام قل يا حنفية ذا صار لك الشيء لكن ماذا يبتك لدمان وحي مارين الاستثناء بعد النفي إثبات قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة إن يتهي أي مركة أبحين هدان لورن لهاي المركة الاستثناء بعد النفي إثبات ويهي هدان لورن لهاي إنه حكر دالن لهاي كلمة التوحيد إن التوحيد فايدين وصيو قرد دالن لهاي وحيو قرد دالن لهاي لا إله إلا الله ألوهي ذي حق أهيد مركا لغن في اللودي ذي عد الله كسوها دردن وإن مركا استثناء ذي فائدين إن الله الله السقى يألوهي ذي حقا هدان ألوهي ذي حقا الله الله السقى لهينا وإن تاكو تصل لهينا كلمة التوحيد من نغتين مركا ورك حنفية يورنا إيانا ما بعد الحنفية الاستثناء بعد النفي ليس إثباتا يوحن نغنكرا مركا السكوت لغاء موسى يوحن النفي كدن بيه وهدي الله إذا ما سافر القوم إلا زيدا قوم كما يسافرين زيد مو يعني حيقبر كرتا زيد حكم كيس إن لقاء مصي سلبا وإيجابا ومعنه دعايه وحنكوه بقوم كإن السفرين
واجرته لكن السيد وحبك هذا الشيء ما يمي الصفرين مثل ما الصفرين مركا حكم كي قوم كالغا ساري إلا قوى الرمي لكن إساقوا حنقون يا كل مسكوت عنه ميو صفري مثل ما صفري وأدعي كرتين وصفري وأنا أدعي كرتين وصفري حنفية سلي أوضا نساوي وحيدا ذين حنفية هذا ساتر أهدان كلمة التوحيد إن التوحيد هين باك إيمانيس وحيكا جواب كلمة التوحيد نيو وحكو تصين يأدي لك لا كو تصين إسان والتوحيد نماذا لقى خاضني وحيدا أنت ألفت يدي إشكال كإنك ساري ميس وهي كلمة التوحيد ما إسكيت بيت توحيد كن قصي مثل ضميمة أشياء كلا لقول لري قرائن كلا توحيد كيالي مثل إسكيت بيت توحيد وطاه قطعا وين إسكيت توحيد وطاه وهي إسكيت هذين توحيد وهي محمد النبي عليه الصلاة والسلام دتك وقوية راي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا حديثك صحيح وسيد الشيء قاية صحيح وما تشيه ذو في صحيح وكل سبيه الله صحيح منكم أسقنا والصحيح بان أمشي ذا أنا تعبير لا استعماله ومرك لا يراد حديثك الصحيح أمرك لا يراده مروح اللوج شيء ذا في الصحيح بقول سجيني هاي وأنا سيدا متبادر كه مرنا وحلوج شيء ذا حديثك أيها الصحيح لكن لقمه وضو أحد الصحيحين أي قول سجيني كحديثك نوا صحيح قول لا إله إلا الله تفلح يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لقن موتاكم لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يعني التوحيد إنا يتهي وحا عدينا كلمة المركي اللوش كلمة إنا يبورينا يسو شركي أردن حتى قالد وقرنين قول كورنا يعني وحو الاستثناء بعد النفي إثبات ماءها وحو أخبري كرا إن إثباتي هي إنا نؤهين قرينك لهدين الله لنا إثباتك ولا خاضنا يهديك لنا يعني إثبات لك قاضي ما تصح ما صح ذو حيطها يا لستثناء بعد النفي إثبات وإن حكم كالا صوشي حكم كل الدية أصاريس حكم كل الدية نوام حي وإن أولو هي حق الله الله الصغير يعني في محاكوك اللي فإني رأيها لي مدان وإشكال كاي كان وحي الهدين وحجرت استثناء نصوص تكون عيب وهنا دنا إثبات فائدين أمركا أشياء ذكر كود النبي عليه الصلاة والسلام أنتم النفيين وحكى صور يا بي وهذانا أن إثبات كلاجا قاضني مباشرة هذانا إثبات كأن لجا قاضني تذهب سؤالين بعض الحديث بسؤالين لا نكاح إلا بولي ولي هدي له لا نكاح ميوشرة ولي اللي هل يبني نكاح باشرة ميا أما إذا ولي هدي له لا نكاح ميوشرة يا صحيح صور شروطك هي أشياء كلام ملع حيعضيني سبيل هذا الاستثناء وبعد النفي إثباتنا نهين إثباتنا نهين أي عضيني سبيل هذا بعض الأدلة وصاف وصاف صنبي مركز سؤال بي لكن وحكت شوابي القرافي الشيخ اللورنج لصاحب الفروق ووحو يلي موضوع أي سؤال رينيان بعض الأدلة من بعض الأحاديث وحيكو صاف صنطها شروطي بيكو صاف صنطها هذا الشروط هنا شرط جواح لا يقان قاعدة سايتها الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته شرط عدم كيس عدم كان لازما لكن وجود كيس وجود كمان لازم وجود كيس وجود كمان لازم قد وقد مركا ورقنا وشرطي مركا شرطي اللي هلي يا بما شروط كبا اللي هلي يا معها مركا وحوي باب كاسا لقريبية وحي الشروط كو صاب صنبا لقريبية لكن وحي كلا قاعدة وسديدة وحي كلا الاستثناء بعد النفي إثبات قاعدة وسديدة وايها مركب انها تبقر الناي صدى الصح ذي وحي تهي وحوي قاعدة ذا سيدة الشيقي سجم هرت علماء ذا نكو تقيم وياني ولا يترك أحدا إلا غفر له قفنا كما تقي يوم الدافة ينو الدم الدافة مويان دي لو دم الدافة سوى لغا تقيا دي كلمة عن روحا لو دم الدافة ولدينا يا مجر إلا مشركا أو قاطع الرحم أو عاقا أو مشاحنا وحلق الرهبة يأسسنا قال لبعض كل صور رهبة لقسي الرهبة مركبنا الاستثناء بعد النفي إثبات شطر قال لبعض وحن والاستثناء بعد الإثبات النفي يعني أحد نبا ربي دافي ما يكل قد إن قدام بدافي مو يعني كل قد وقدام بدافي يوم عمنا قنايا مركب لقر يبو مشرك يقاطع الرحم يعاق يمشاحن كوا أمدا بدافيه الاستثناء بعد الإثبات النفي
يقول وحي ودع عيسى لما دم دافئ كوي لصور ريبا لغسي ريبيا أي لغسي ريبيا مركا معنو صدو دعيا واساسو لبدا استثنى مركا اسكدب دعان هدا اسكو عطفين اسكو ميل بالغ ريبا هدا اسكو عطفين اسكو دعان يقول عطف كمرن مدول بكا كوحي قال لغا ريبيا هدو كهاري كرو هدي كرو كهاري وايانا حقه ورا لغا ريبيا قاعدة دي سواساس شيخ حساروريي أساند كلو مركا موضوعي كسابسان أي ساروريي أي سلام موضوعي كسي أي دايو وانا وقد اللي هاي حديث كاس نزولك أي مركا كيانا وايه وحساروريي هل كان حديث لير وتلماما يا إنا يوحوي ما ككل لابتين وكنقذين صحابة يجو النبي قال الصعود عليه الصلاة والسلام تد النبي قال إذا ويدي السنين إنه مركه وحوي فصحه مركه سان النبي قوي دمي مركه سان النبي كور عليه الصلاة والسلام جت كردين عو كتشو النبي عليه الصلاة والسلام وحق الرسول كالسوحجة محاول أن عبتين جس تكله وجس النبي كالسوحج تؤن عبتين يعني مركا إذا قاتم وحلقة يا بدينه يعني جيس كلا إنه ويرى تركان إنه مركا تشعلي سنة صحابة قارك ذا ما جيت كلا تكان مركا صار صحابة دواب ذؤين فلا ترى من القوم إلا باكية مركا صار أبو بكر الصديق وحويلي روحك إذا ويدست تند بديد ومركا الروح سفيها وبمعنى عقل جسان كف الليل أقون ضرك الصغنت مركا صار النبي وكعاي و خذ بدي إلى هيب مهدي و وأماني تنوع دارت وكان إذا حرف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به إلا سلك به في الجنة سلكنا ولا نكره إلا سلك به وعن كل دارت كي النفط إذا قعنتي سقص غنتها وحن الله أكثي سكمر خاتك عيا قف إذن كمام إذا ها إلهي مالين تأخر الرميي أو دباد نمركا وناق أقص دي الله إيماني السداد وحلها وصيد الصواب كالصحن السداد لو يلي وحل السداد لو يلي يسد ما سده ماشي سو أودية شيء وناق سني كالنتي سوى بوحيني مركا سيدا وناق سنبو أقص دي يدون يا الله إيماني مركا إيمانك عملك الصالح لبدا بالليمي وحل مركا قلنا يا تاسي أما لقو قلنا يا شنظر ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب ربي قال وحيو بلن قاضيب للنبي عليه الصلاة والسلام انتو الله كل أرتين لم كسوا موطئ للقسم ولقد هذا دركته هرتيد بادار يعني مركا للشيغان مركا دار بالقدرية والله مفيل لأفعلن أو لقد أو لإن القسم قبل يعتقد سور ناظم كأويري يعني لامك لإني لقد يلأفعلن كسغن هرتد دربا لو اعتقاديا وربي غيب بلن قاضي أن يدخل من أمة الجنة إنو قرين دونا أمضى إذا كان ذا كقرين دونا 70,000 بغير حساب ولا عذاب تضبات كن أمة محمد كم مدى إنو كان ذا حسابي عذاب الآن قرين دونا أحاديث كرو صحيح وقصة روتو صحيحة كسغن وسيدا الشيغيس ولبا حديث قارنا وحكويمي إنه إلهي الزيادة ويديستي وإلهي يسي كري واستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 إلهي بان كالسيادة ضلبيبولي قال إلهي يكري تدوات كن أكلي يتشن ذا هقلين حسابي عذاب الآن إيقبضي فزادني مع كل 70,000 مركزا وحي يكري تدوات كي كن شن ذا حسابي عذاب الأنجيل يكون كاستبا وحي قدري تضبات كم بيقدر يعني وحي نقنيان يعني أفر مليون يسقال بقول إيو تضبات كم بينقنيان تضبات يكون أصل كأها واتقصي درس أنت اللوزي هذا ينوى محي وأفر مليون يسقال بقول سيدا أفر تمليون يسقال كبقول كسو بحيان واستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 تضباطنكم كن إمسا كن با كتشرة إمسا ميلوض من كن أهيا كتشرة كم يا تضباطن إذن تضباطن سوق هذا واحد كل فتا تضباطنكم
تضبطا كريئة إلا تضبطهم يرضى من كن أه يا ما هم ملكي كستا لوك هرديي تضبطا كن ما حديث كسوار وري الشيخ يا فزادني مع كل واحد 70,000 نسق سنة كسوة ضعيف سيد حافظ بن حجر بعضينا مركب ملكي كستا بين تضبطا كن لوك دري يعني ما صقنا إن كستا علماء قالوا فسرين سوى فقي صح حديث كان لكن هدو أصيح لها سيدا الله ما فسرين وواحد كما واحد من الألوف بام سوى واحد من الآحاد يا ظاهر وحكم نقول لها واحد من الآحاد ينويهي هدو أصيح لها لكن بعض ما يلي كما دوانا وحول اللوتش إذا مع كل واحد وحلقات الماما من كل واحد من الألوف ظاهر ما لكن تاس لكن مو أصيحين مركا ما دام تضباطنك كون كونك كستبا اللوغو داري تضباطن كون تضباطنك كون وحكو تشرا تضباطن ميلودو من كون أه مركا تضباطن كريا تسوق آدن إيسا تضباطن كون بكل فانيس يعني يحوين حقا هورو حل السعودة تضباطن كون أفر صفر بال السعودة تضباطن كالانا وحل السعودة صفر قرى شنطة صفر اسكالي تضبانا تضبا كل فوق أسقالي أفرتن تام عن هذا وحين قلنا يسوى أفر مليون يسقال بقول أكون مع كم قن أنت أصل كاهي أنت وأنت مزيد كهيد اللوكربي أنت مزيد فيه كهيد اللوجو دراي أصل كمركي هوري للسيئة يا نا أنت أنا وإضافة تضبات كون أهاي وحين قلنا يسوى أفر مليون يسقال بقول يتضبات كون أي نقص أي أمة محمد كملة أي شنده وحي قل ينحسابي عذاب الآن وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا وحان رجينا يا أبوي إن إذا أنشن ذكرين حتى تتبوأوا إلى أنشن ذكرت قيسان إذن كأي ومن صلح عدي وناك سناتي من أزواجكم دمر كينا كمدا وذرياتكم إيا أبت كينا كمدا مساكنكم قريهنا أكد قيسان في الجنة جنة قده وآيه النسخين كقار كود وحقص نبي لهدين حتى تتبوأوا حتى تؤمنوا بقص نبي لهم النسخ كقار بيساس قص نبي لهدين وايا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا يعني إنه مركا لما عن النقنة ينقنس على كل حال وحلينا الشيء يا وحرتشين يا بولين إذا قرين شنظة إلا وحوي أبد كين إيو دمر كين كوه ونكسنا ذينا إذ لقلان شنظا ثم قال إذا مضى شطر الليل أو قال الثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري وحديث كأن صار غني أي معنيه مبوت المامية وحديث كأن سعلني قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام وحلوقت شيدا مؤلف ككتاب كاللوت شيدا المرد المركل إلى هذا الشيخ الإسلام ابن التيميون لوقت شيدا على مدى العلم بضم استعمال الشيخ الإسلامي يا مرك الشيخ الإسلام هذا وحلوش إذا أبو عثمان الصابوني بحلوش ما ألف ككتاب كحلوش من أهم معنيه دون يسق ويسكو أرنا يما أردي ذي سكتاب كقرئ سي أي مرك وحي مرك الشيخ يا شيخ أرنا قال الشيخ الإسلامي مرك أرني سدى أرني الشيخ الإسلام على مدى الله استعماله وحكم إذا الحافظ ابن حجر أمرك الصيود الشيخ أيه ابن حجر العسقلاني وحورنا يا شيخ الإسلام بكعبيرين وحكم إذا شيخ الإسلام علماء الله استعمال الزكريا الأنصاري ومتأخرين تشافعي هدي إلى ذن قال الشيخ الإسلامي وحيوتش إذا زكريا الأنصاري حنفي يده وحيوتش إذا المشايخ شيوخ ذو ذكم إذا بي شيخ الإسلام يستعمالا أهل علم بذن وكل الدوان بالله استعمال الشيخ الإسلام لكن استعمال كي وأيضا ذنبه سب ضنبا كل اللوغو استعماله الشيخ الإسلام ابن تيمية اللوغو استعماله وحصوب حي مركز يعني قرن يدي لحني يلي ابن تيمية دبدي وعصر قيسة كل دواء ويلي روح مركز ابن تيمية كل الشيخ الإسلام وبقالو بي تسمعني ذو نوحي اعتقاد حني نكق بي ابن تيمية سيدا سواد الكاوين ساساودت با مركز وحوية وقري الشيخي ابن ناصر الدين وحقري يعني وردين تل ردين أيه لقول ردين أيه عدة مركز شيعتا شيخ الإسلام كل شيعتا ابن التيمية إنه قالوا بأيه ردي قال ردين أيه أي رسالة لقى قرأ الرسالة مطبوعة كل مكتوبة المطالعة أنا ويتها الله ما قاعد يأد وما يتأكد أيه عصونا قلنا يا أهل العلم فربضا ربما إني بقول قارئ ينبلع كرتا أو استعمالي شيخ الإسلام ابن التيمية استعمال
مراد كل لغة هذا الشيخ الإسلام ما مهم هو حلوت هذا والشيخ إسلام كأصل ناظم مسلمين تردن وهذا الشيخ واجب الطاعة ميلوت هذا ما يا هذا لا يوجد لم هلا عند مسلمين تردن إني وضع أطيع ذا وضع الراع ذا أي واجب كتهايو أن لا خلاف كريني وبشر أهو أن لا خلاف كريني والرسول كقرى عليه الصلاة والسلام لا غير عد كلمة لكن عدي رسولك كصوه الله عليه الصلاة والسلام إن وحكستو إلى هذا اللقو أطيعا عدي بشر أهل رسولك كصوه الله إن وحكستو إلى هذا اللقو أطيعا اللقو راعا واجما وهي معصوم ماءها وعصمد وحيوسونا تيقور النبي هذا وهذا الكيسو أخبرك راع عالم كاستبى يا إمام كاستبى يا الشيخ كاستبى حتى مركا وحي الصحابة لقى قالوا شخصك استو كم إذا خطأ يا صواب وأقبل كرام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرون هذا محل وجه الشيخ الإسلامي محل وجه الشيخ في الإسلام إسلام لماذا أي مركا كوين هذا وكقبوبي وحان الله استعمالا عد واحتر موغضا مركا أولى مسلمين تا الدين أهان كأنفعي نفعي وين أيوم با شيخ الإسلام له إطلاقا والشيخ في الإسلام ساسلو كذا قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحث عن كيفيته مركو الصحي خبر كان حديث كان نزول كرسولك صلى الله عليه وسلم كالسقناذو كالصحي أهل السنة واقرين حديث كان واقبلين سودقتان كالله سودقنا واسقين وحي أسقين سيدو رسولك أشيغي ويلبي أسقين كما يبدين وكما يزيادين وحنا كما دمين كما يعتقادين إن لغو شبه أيو سودقتان كمخلوقة ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال من يبارين كيفية النزول كأوياهين ما يبارين اسكم يتحلوشين ويودع كجاران مرن بهلي مايان إذ لا سبيل إليها بحال يعني كيفية قرطان ما قال كران وهرين غيبة وقرصون وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق وحي أقادين وقرتين وحي حقيق السدين وحي عقيدين إن صفاتك الله أين الشبه إن صفاتك مخلوقاتك كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سيذات ذا إلى هاي ذواتك مخلوقاتك أين أشبهين بان صفاتك السنة صفاتك مخلوقاتك أشبهين أتي قاعدهان علماء أهل السنة إلى هدان الكلام في الصفات كالكلام في الذات يعني هذا الكصفات كاللقاها الله يا وحلم دي هذا الكذات ذا إلى هاي لقاها الله يعني اسخ الطريق بالله مرينا سيدا الله لو قصوا يا ذاتا أن ذواتك مخلوقاتك شبهين بصفات لو قصوا يا أن صفاتك مخلوقاتك شبهين تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا الله وككريا وحي مشبه هذه المعطلة أرنيس إلهي وكنزهي وككريا معنى الدعية نكاقا كان مركز لقبينيس وإلهي اللهم الدعي والله أمانا ومدفي مركز صيغة هذه كاقا كاتو الدعو تمفعنا يا تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا الله هو ككريا وحي مشبهة أرنيس وحي معطلة أرنيان كريم وين بك كريان المشبهة وكو صفاتك سقايا وكو خلقه وكو شبهي المعطلة وكو صفاتك تعطيلين ينفين يديدي وأولي علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا والله أعلم.